السلام عليكم، مرحبا فيكم في الحلقة الأخيرة من تختيم لعبة كوابيس صغيرة الجزء الثاني. في الحلقة اللي راحت خلصنا وغلبنا الشابتر الثالث من اللعبة اللي هو مرحلة المستشفى، وإن شاء الله في هالحلقة بنلعب الشابتر الرابع والشابتر الأخير من اللعبة. إذا ما أنت مشترك في القناة اشترك وحط لايك للفيديو ولا تنسى تفعيل جرس التنبيهات، ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. أوكي، في الحلقة اللي راحت هذا بعد ما طاردنا الدكتور وحاصرناه وحرقناه في المحرقة، والحين بنطلع من المستشفى وبنكمل. خلينا نشوف ايش بيصير. طبعا الحين الجو ممطر وجميل، وهذا اللي يخلي اللعبة افضل من اللعبة الاولى بالنسبة لي. الجو الاجواء اللي فيها مرة ممتازة، مرة ممتازة ورايقة. يلا يا سكس تعالي ساعديني. اوكي، زي ما تشوفوا المطر صار اغزر من قبل. والان الشوارع فاضية، بس قريب بنكتشف وش صار للناس الموجودين في هذه المدينة تحديدا في هذه اللحظة. شطاح مرة ثانية، مرة ثانية بدلة، تحس ان في شخص كان يقعد هنا واختفى مرة واحدة وما بقى ولا ثيابه. مرة ثالثة طاح، وهذا نشوف ان اللي يطيحوا هذول ناس بشر. ليش قاعدين يطيحوا من فوق ما ندري. نكمل وندخل، لو نلاحظ قاعدين نسمع صوت. وشو هذا الصوت يا ترى؟ ونشوف هذا الحبيب متعلق فوق. نكمل بس يبين لنا ان هذا صوت تلفزيون، ما نقدر نروح فوق. اوب، شوف كيف وجهه من ملامح وجهه مو موجوده، صح من فوق. اوكي، هذا صدم في التلفزيون. شوف ما ادري سكس رفسته، ليش هالعداوة يا سكس؟ اوكي، معليش بنستخدم التلفزيون عشان ننط. هذه اصوات التلفزيون. اوكي، اللي صاير ان هذول الناس مدمنين على مشاهدة التلفزيون وما يقدروا يوقفوا، لدرجة ان التلفزيون زي الامتص او هذا اللي صاير. الناس الموجودين اللي تشوف الثياب المتروكة هذا زي كده واقفة تشاهد، تالي اختفى كل جسمها ما مقل الثياب، ليش ما ندري. يلا يا سكس تعالي. اوف، شوف الادمان لدرجة قاعد يشاهد هو في شو اسمه البانيو. ما ادري كيف مو متكهرب الحبيب، بس تخليه شو اسمه، خليه ونمشي. اوكي، الان يبغونا نتسلق. اوكي نايس، قبل لا نركب مونو يحتاج ينط هنا.
اوب لان اسمع 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 هذه نفس الأغنية اللي شغلناها حق الجانيتور في الجزء الأول. لا نفسها الجانيتور مدمن للتلفزيون صدفة انها اشتغلت الحين. اوكي زي ما قلت اللفت مسكر فلازم مونو ينط ويفتحها من هنا. هنا المفروض في مفتاح. اها لا لا خذ المفتاح نفتح اللفت. الحين نحتاج نسوي ان نسوي كده بس ما ننزل يطيح ينزل اللفت ونحتاج نرفعه ونركب فوقه. بوم كده ركبنا فوق. اوكي الحين بنعرف احنا اللي مسبب الادمان للش اسمه الناس الموجودين في هالمدينة. بوم تشوف هذا البرج الطويل موجود في نص المدينة. هذا هو سبب ادمان الناس الموجودين هنا. كمل سيكس وينش ترى هدفنا بيكون ان نروح لهذا البرج وما كان هدفنا هدفنا ان نهرب. اوه هذا من اللي ما حصلتهم انا. طبعا هذا من واحد من الكولكتبلز اللي تحصلهم في اللعبة. نايس ممكن اطلع من الباب. تحت الباب يا مانو؟ اوكي نحتاج نتسلق. يلا يا سكس. اتوقع الهدف في اللعبة ان ما نروح لهذا البوش ان نهرب. بس اللعبة تقول لي ان هذا سبب الموجات اللي تجي من التلفزيون. هذا برج الاتصال يعتبر او الاذاعة. يلا يا سكس تاني. اوكي اركب انتين وديش انا. يلا نطي. نايس الحين تعالوا ساعديني. نايس ممتاز كمل. بوم نايس يلا خلينا ندخل داخل عن المطر. انا اللي عاجبني في هذه اللعبه انك شو اسمه تقضي وقت كثير برا مو داخل ما شو اسمه مكان مسكر. اوكي صوت البناية انها هي مرة قديمة متحالكة. اوف
طاح علينا البيت. او الفلاش لايت انكسر خلاص ما نستفيد منه. وسيكس تحتاج مساعدة. يلا يا مونو. اوي يلا خلينا نكمل تعالي. يلا ليتس جو. ما عندنا فلاش لايت. اوكي هالغرفة دي بصير فيها شي الان بس خلينا نكمل. هذا التلفزيون الثالث اللي بصير في الموجات. اوكي دخلنا الممر للمرة الثالثة. هل بدينا نوصل ونفتح الباب هالمرة؟ اوكي لحين ما طلعنا بمدينة. اوبا سيكس مرة ثانية طلعتني بس متى تأخرت هالمرة لأن الرجل الطويل جاي. هذا نفس التيزر اللي شفناه في نهاية الإضافة اللي في الجزء الأول. طلع من التلفزيون. سيكس تعالي. شوف الغبية وين تغبت. هذا منها هي. مونو ساعدها. خطفها. وهذا الجلتشز هذا من فعل هذا الرجل الطويل. هذا بعد ما اخذ سكس بقى شو اسمه ضلها ورا. ولو نرجع للتلفزيون الحين بيمدينا نستخدم قوة مونو اللي هيقدر يستخدم تلفزيونات عشان يدخل ويتنقل عبر التلفزيونات. يوه شفنا عين. هذه العيون مرسومة في كل مكان. الحين مونو صار اشتغلت قوته مرة واحدة. والآن نقدر نتنقل من تلفزيون إلى تلفزيون.
لا لا نحتاج نوديه للجهة الثانية عشان نعبر. اوكي طبعا لو نلاحظ ان قوة مونو وقوة الرجل الطويل اللي طلع متشابهة. ليش يا ترى؟ يمكن بنكتشف نهاية اللعبة. الحين احنا بنحاول ان ننقذ سيكس، هذا هدفنا الحالي الحين. في تلفزيون بس ما نقدر نوصل فوق. اوه بس الحين ناخذ اداتنا الجديدة اللي هو ريموت. ولا ضغط اقدر اشغل اي تلفزيون ونستخدمه عشان نركب فوق. طبعا لو نذكر احنا بداية اللعبة مونو طلع من تلفزيون في الغابة. اوكي ما نقدر نستخدم هذا لانه فوق. هذا مركز بريد، شو اسمه مركز بريد. ايه انا كنت طفيت التلفزيون او ما طفيته. شغل هذا واتوقعنا نرجع. يبغونا ناخذ هذا وعشان النط. كده زين نستخدم هذا عشان نرجع. بوم. حين يمدينا النط. بوم. نايس. اوكي طبعا اوكي خلنا نحاش من هذه. يبغونا نستخدم تلفزيون، فالحل ان احنا نشغل هذا. يبغونا نطلع منه او يبغونا نستخدم هذا بس ما نقدر. الى هذه المرة واقفة جنبه قربنا منها بتقتلنا، فالحل ان نطفي هذا وتروح التلفزيون الثاني فنرجع نشغله نطلع منه. شوف الحين لو طفيت هذا بترجع بتروح الثاني. ايه ترجع تروح الثاني. زي ما قلت الوجوه التلفزيون قاعد يمتص ملامحهم وجسمهم كامل، بداية من ملامح الوجه. تشوف اغلب اللي شفناهم مو اغلبهم كلهم ما فيهم ملامح في الوجه. هذا واحد ثاني. الحين لو شغلنا هذا وطفينا هذا بروح حقه. بوم. باي باي.
No, 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 no. All right. يعني تعتبر هالمدينة مهجورة إلى الناس كلهم دولة إيش اسمه مدمنين للتلفزيون. موسيقى موسيقى البرج قريبين منا الحين أقرب من قبل. أوه. آه هذا السبب إنه كانوا يطيحوا في بداية الفيديو الحلقة. بداية الشابتر يعني تبعوا مكان الإشارة أو الموجات. أوكي الحين إحنا أقرب كثير للبرج. طبعا إيه هنا فيها خدعة نطيح التلفزيون ونروح نستخدم هذا التلفزيون لداخل. اوكي نايس. في احد ورا الباب؟ اوه ترى. اوكي تكهرب. طفي هذا لا نموت احنا بعد. كهرب ومات بس اذا ما عندهم شيء يهجم عليك يعني ما هم مسالمين. اوكي اوكي ما نقدر نستخدم تلفزيون لان ما في تلفزيون شغال ثاني. نروح من هنا. alright تلفزيون داخل الليفت فنحتاج ان نشغله. أنا صراحة متحمس للجزء الثالث بس توقعاتي يعني مو مرتفعة لأن الفريق زي ما قلت من قبل مو نفس الفريق اللي سوى اللعبة الأولى والثانية فريق ثاني. بس يعني نستنى ونشوف إذا لعبتها ما بحكم عليها قبل لا ألعبها بس يعني توقعاتي بتكون عادية ما أنا متوقع الكثير منها. اوكي هاي بغى ننزل هنا. فهمت وش السالفة. لحظة لو سوينا كده دخلنا هنا. بسرعة بسرعة. اوكي بوم. اوكي مدانا انزل من هنا محتاج انط من فوق. alright هذا يعتبر مبنى سكني. الأرض مبلل ومكهرب. اوكي لا تكره يبغون نستخدم التلفزيون بس لازم نطفيه ونلهي هذي. اوكي اهرب 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 اهرب. بس ما استفدنا شيء لان التلفزيون اخترب.
اي نحتاج الطاولة عشان نفتح الباب. اوكي اوه اللي يلعبوا نفس الاغنية حق الجانيتر مرة ثانية منجمعين واجد. هيدالي alright نحتاج نوصل للتلفزيون بس المكان كله في ماي ومتكهرب فما نقدر ننزل تحت. يبغى نستخدم العربة. بعد لا تطيح عليك. نايس alright nice alright هذا يبغانا نوصل لهذا ونطفي الكهرب. ما ادري ليش هل اقدر اطلع من النافذة هذه؟ ما اقدر اوصل لها اصلا. ما اقدر. اوكي ما اقدر. ما يبغوني اركب. alright nice نحتاج ان نطفي الكهرب بس في المقابل اذا طفيت الكهرب التلفزيون ينطفي فاحنا لازم ان نحرك هذه العربيه نقربها علشان نقدر نستخدمها ونروح للتلفزيون. وخلا حطيناها من دي الجهه كويس. خلينا نجرب. جينا هنا النط والنط نايس. اوكي الحين شغل الكهرب بس. بوم بوم بوم. بس هالمرة نرجع. لا 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 يا مانو شغل الكهرباء حبيبي. اوكي الحين نروح من هنا. اوكي لا لا انتبه انتبه. اوكي ممتاز. نايس اوه شوف اعدادهم. اوكي نحتاج ان نلهيهم عشان نتباعد عن هذا التلفزيون. شغل هذا. نطفي هذا. نايس اوه اوف. هرب 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 هرب. اهرب اوه
الحين وين احنا بالضبط؟ ما في صوت تلفزيون؟ اوه سيكس، نقدر ننقذها من التلفزيون. اوه اوه بيطلع مرة ثانية، بيطلع مرة ثانية. اوكي اوكي، هروب هروب هروب، بسرعة 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 بسرعة. اهرب اهرب اهرب. اوه اوكي، الحين قاعد يطاردنا. اخذ 6 والحين ببدي يطارد مونو. اوكي انا ما انا موجود. اوف لا يدور الحين. اوه اختفى. يا حبيبي بسرعة بسرعة مونو، بسرعة بسرعة بسرعة. لا بسرعة. اوه قطار. هذا قطار المدينة. اوه وراي وراي دحين ما بتركني. بسرعة 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 بسرعة. روح روح روح. لا 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 لا. بسرعة 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 بسرعة. اوكي هربنا منه. مونو ايش فيك؟ تحمس شويتين. اوكي مونو تعور شوي. لا تعور واجد. اوف هذا ظل 6. ظل 6 اللي يطلع عليها وقت الاكل. طلع لمونو الان قاعد شو اسمه يواجهه، قاعد او قاعده تواجهه 6 او ظل 6.
اوكي تركب الدرج قدامنا، يبغانا نعبر من هالجهة. اوكي البرج مرة قريب منا الان، وصلنا تقريبا. اوه الممانة تتحرك مرة ثانية. اه طلع الرجل الطويل. اوه فسخ الكيس العراسة. اوه قاعدين نواجهه. ما نقوى منه. غلبناه. زي ما قلت لكم مونو والرجل الطويل عندهم نفس القوة. يستخدم قوته. قرب نفسه. وصلنا الى البرج. استخدم قوته عشان يقرب نفسه للبرج، كيف ما ادري. والنور اللي طالع من البرج لونه غريب، واللون اللي طالع من البرج لونه غريب. المهم هذا نفس الممر اللي في التلفزيون. كنا نسمع نفس الموسيقى السكس كانت شو اسمه مشغلتنا في الشابتر الاول، والبان فتح لحاله. اوكي داخل البرج مكان غريب. سكر الباب، فتح باب ثاني. الحين اذكر انا. اوكي طلعنا فوق، كيف ما ادري. كانها شو اسمه بوابه تنقلك من مكان الى اخر. طبعا الان يبغون نتبع صوت الموسيقى. هذا صوت الموسيقى. صوت الموسيقى مرة ثانية.
الحين من هنا جاي. اوكي شوف الاشكال، اشكال العوائل الموجوده فوق كل باب. الوقت والش اسمه الجاذبيه ما شو اسمه موجوده في المكان او مختلفه. شوف كيف المكان مره غريب. طلع الباب مو من هنا، من هنا، من هنا. اوكي قاعدين نركب ونركب فوق ونوصل اعلى. هل سكس موجودة في لا كنت بقول هل سكس موجودة في القمة في اعلى البرج. صوتهم من هنا ولا من هنا ولا من هنا. ولا من هنا. وين الصوت؟ من هنا؟ ممكن من هنا. من هنا. ولا من هنا. اوكي اوكي كأننا وصلنا الى قمة البرج او اعلى مكان في البرج. صوت الموسيقى من هنا. وصلنا. صندوق الموسيقى اللي كانت تلعبه بسكس بس كبير صاير هنا. كل مكان متروس الالعاب. هذي سكس؟ وش اللي سواها كده؟ تتعرف علينا على صوتنا. شوف كيف ايدها. لو نلاحظ هذه الشنطة نفسها اللي كان بدأت فيها في اللعبة الأولى كانت في هذه الشنطة. alright نعرف وش يبغانا نسوي. وهذا اللي مسيطر على سكس. هل هو هذا اللي محولينها بعد كوحش؟ المكان قاعد يتهدم. سكس؟ ما عجبها اللي سويناه. اوتش. لا 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 جبت العيد جبت العيد جبت العيد. اوه
ليش داخل جدران امعاء؟ اوه تحولها غريب. والله ما عجبها ضربتنا للصندوق، صندوق الموسيقى. اوكي الحين بغونا نكسر الصندوق. ها مونو اوكي 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 من هنا هذه المرة الثالثة اللي ضربناه اتوقع باقي مرة الله اوكي اعطونا اكس مرة ثانية اوكي هالمرة اخذوه من عندي اوكي بوم اوكي شوف المصارين اللي طالعه من كل مكان او الاحشاء او اللحم اوكي الحين غانا الدمره ليش يأثر صوت مانو عليها؟ اوه صغرت صارت صغيرة رجعت لحجمها كنا انكسر خلاص المكان تهدم اوكي رجعت لوضعها الطبيعي 6 اوه يلا يلا نهرب هرب 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 هذا هذا شو اسمه اصل البرج ها هذا مخلوق الاعين لكل كل من يرسمه لا اركض اركض هذا رسوماته في كل مكان طلع مخلوق حقيقي اوه هل هذا سبب امتصاص التلفزيون للناس يمتصهم وش اسمه ياخذ اجسامهم لنفسه سيكس استناي اوه
كسر الجسر. شكيني سكس سكس سكس. لا ليش بعد ما ساعدتش كده خانتني وراحت؟ اوكي والحين اوكي مونا الحين حي. هذه جسم المخلوق الأعين كانها أمعاء وأصوات ال هذا الصوت. اوكي الحين بنشوف النهاية الصادمة. المفروض ما يغمضوا لو طلعت فيهم انا. ما يغمضوا. والحين انقبض عليه من شو اسمه قبل مخلوق الأعين وحش الأعين. اوكي صار كبير. أنا كبرت زيادة بعد. هذا يعني أنه مضى وقت طويل وهو موجود هنا محبوس في البرج. طبعا هوية مونو هي ان مونو هو نفسه الرجل الطويل اللي قاعد يطاردنا. كيف ما ادري كيف شو اسمه تشرح هالشيء كيف يكونوا اثنينهم موجودين في نفس الوقت. فمونو اصلا قاعد يطارد او رجل الطويل يطارد سيكس عشان يساعد نفسه ينقذ نفسه عشان لا يصير فيه كده مره ثانيه. من كده قاعد يرسل موجات للتلفزيون عشان مونو الصغير ينقذه ويفتح له الباب. هذه النهايه الصادمه في اللعبه. هذه من اكبر التويستات اللي صارت في اي لعبه لعبتها انا. ما كان احد متوقع انه يكون مونو نفسه هذا الرجل الطويل. هذه النهايه. رجعنا من البدايه. يعني مونو قاعد في حلقه زمنيه
يحاول يكسرها بس مو قادر. كل ما جاي يحاول يكسرها مو نص صغير يوقفه. وهذه النهاية السرية. هذا حين ويف صار إلى 6 بعد ما طلعت من البرج. هذه هي طلعت من التلفزيون. وهذا ظلها طلع. ويأشر لها إلى وين؟ إلى مجلد حق سفينة المو اللي كانت فيه في الجزء الأول. يعني الجزء الثاني بدت الجوع أول مرة الجوع. يعني تسلسل زمني اللعبة، اللعبة الثانية تالي اللعبة الأولى. يعني أحداث اللعبة الثانية قبل اللعبة الأولى. وكذا نكون وصلنا إلى نهاية تختيم لعبة كوابيس صغيرة الجزء الثاني. طبعا أنا لعبتها من قبل بس قررتني ألعبها مرة ثانية لأن الجزء الثالث إن شاء الله بينزل في سنة 2025 وبإذن الله بختمه لأول مرة على القناة كامل إذا نزلت. عموما أتمنى أن السلسلة عجبتكم. إذا عجبت لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وإن شاء الله بأشوفكم في الفيديوهات الجاية. مع السلامة.